فضيلتك عايزين نعرف حكم الخروج في سبيل الله للجهاد. خروج في سبيل الله، بنطلع 3 ايام اسبوع. يعني الخروج غير الجهاد تقصد؟ لا، خروج في سبيل الله بنطلع مع ناس يعني كويسه كده، مهندسين ودكاتره. ما الدكاتره ولا الترواس هي التي تحكم، نصوص الشريعه التي تحكم. ليس معنى ان دكتور خرج او مهندس خرج او راس مالي خرج ان انا اقلد، ان ابحث عن فعل الله وفعل رسول الله. فلا تغتر بالسيارات المرسيدس ولا الدكترة ولا الهندسة، كل هذا الغي على جنب. في أي مسألة اسأل ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله، وافعل. فإذا كنت تعلمت دينك وتخرج لتعليم الناس ما تعلمته وفق طريقة رسول الله فلا بأس. لكن أنصحك أولا بأول خطوة أن تتعلم دينك، تعلم قال الله، تعلم قال رسول الله، تعلم دينك وبلغ ما تعلمته بالطريقة التي كان الرسول يبلغ بها. ولا تنتظم مع أي جماعة، المسلمون كلهم إخوانك. أؤاخي هذا لتوقيره لأمر الله، وأخي ذاك لتوقيره لأمر الله، المسلمون كلهم إخوان لك. فلا تنتظم مع جماعة وتحزب نفسك مع أي حزب كان، أنت أخ لكل مسلم. إخواننا نحبهم في الله على قدر مقربتهم من كتاب الله وسنة رسول الله. والله أعلم.